حبيب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الدود سبارت. حلقه اليوم بنتكلم على ملخص لقاء الاهلي والمقاولين اللي قدر يفوز على المقاولين 1-2-3-4-4-1 مع الرافة. بس قبل ما نخش على الفيديو، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وبإذن الرحمن اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يفوز على المقاولون برباعية نظيفة. النتيجة دي فكرتني باللقاء الماضي اللي عكنن على أبونا. النادي الأهلي يفوز 3 مرات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم على الداخلية والزمالك والمقاولين، والنادي الأهلي هيكسب كل الماتشات اللي جاية، علشان بيقولك انا مش هخسر ماتش ولا هتعادل ليا دودي بودي، علشان معاه مدرب كافر، مدرب ما يعرفش ربنا، معاه مدرب ما يعرفش ابوه، معاه مدرب بيكسب اي حد قلتلكوا. والراجل ده اللي مع النادي الاهلي هيكون شكل وكيان تاني. وانا بقولكوا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم. النادي الاهلي بعبع افريقيا، والنادي الاهلي يحسم الدوري وبرضه ما عندوش رحمه، طالع بياكل نازل بياكل، يكسب ده 3، يكسب ده 4، يكسب ده 5، يكسب ده 6، يكسب ده 17، يكسب ده 20، يكسب ده، ما بيرحمش حد النادي الاهلي، ما بيرحمش حد. وقال لك على جثتي يا دودي يا سبارت لو ساب نقطه لحد. المقاولين بياخد نفسه، رد عليه واداله 3 مع الرأفة كمان، يخلص 4-1 مع الرأفة. ولسه بقى لما نروح ونشوف اللقاء التاني، وهو اللقاء اللي هو موقعنا وجايب لنا الكلام، وهو لقاء الزمالك وفاركو. يا عكورة يا الزمالك، لا الزمالك ايه، فاركو يتعادل مع نادي الزمالك 2-2 بعد اداء بلا تنفيذ، بعد اداء سيء جدا، بعد كل شيء صعب جدا جدا جدا. نادي الزمالك ولا في دفاع ولا في نص ملعب ولا في حتى جملة بتتعمل. محمد صبحي، انا قلت محمد صبحي ما لو اتشطت عليه تلاجة هتخش. الراجل طالع سيف تيري بيحط بدماغه لوحده، ولا الزناري ولا عبد الغني ولا عمر جابر ولا دودي سبورت ولا المحيط الاطلنطي ولا اي حد طالع بيشارك مع الراجل وهو بيحط بدماغه مستريح. انا نفسي اعرف حاجه بجد يا جماعه، هو احنا هنفضل كده لحد امتى؟ يعني احنا هنفضل كده في التعب ده لحد امتى بجد والله؟ يعني احنا بصراحه مش عارفين. نادي الاهلي يبقى كسبان 4 ورحت، والروح المعنويه مرتفعه بشكل غريب، ويجي النهارده الزمالك في اخر ماتشاته مش حتى هين عليك تصالح جمهورك؟ يا راجل انت بتعمل ايه؟ يا راجل انت بتعمل ايه؟ انت نص الفرقه، اقسم بالله نص الفرقه لازم تمشي، نص الفرقه لازم تمشي. طب يا عم دودي ما تعملش فيها هانتر قوي كده، هات لك لعيبه، هتجيب منين الفلوس؟ بقول لكم ايه، بيعوا نادي الزمالك وريحونا، بيعوا نادي الزمالك وريحونا، علشان نعرف بس الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. خربها وقعد على تلاها، خربها وبوظها وشردها وقعد على تلاها. هو ده سيادة الموسيقار اللي خرب الدنيا، سيادة الموسيقار اللي شير الدنيا خالص.
شرد الدنيا خالص بفلان وعلان وتلتان ومش عارف ايه، وملوش دعوه باي حاجه، اهم حاجه يطلع يشتم ويهبد ويشتم في ده ويسب في ده وبيلعن في ده ويعمل ده كل حاجه، لكن يخش في مود الماتشات ويسيب الناس تركز، كنت زمانك واخد دوري، واخد يعني واخد كل شيء. تعادل باتنين انسولين او اتنين مدود حيوي من فاركو لنادي الزمالك فين؟ في 7-8 دقايق يتعادلوا 2-2. يعني مش عارفين بصراحه الواحد يقول ايه، الواحد مكسوف مكسوف من فرقه زي دي، قسما بالله مكسوف، ومش قادر يتكلم ولا قادر يعبر ولا قادر يتكلم كوره. ما هو ليه حق، وسيريو يقول لك باي باي، مفيش امكانيات مفيش تصرفات مفيش 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 كل الدنيا دي كلها. هل نادي الزمالك هيستقر على نفس الشكل؟ انا من رايي نحترم نفسينا وننسحب من البطوله العربيه، قسما بالله هتاكل علقه في الملعب محترمه، هتاكل علقه محترمه في الملعب، مالكش حل، هتاخد لك 3 وانت طالع لستة سبعة، 4-8، 8-12، كل الاشياء الاساسيه هتلاقيها في البطوله العربيه، مش هتشوف حاجه لو ما دعمتش. رايح تجيب لي محمود علاء، وجيب لي اوباما، وجيب لي حمدي علاء، وجيب لي مش عارف مين، وجيب لي مين، قسما بالله ولا هياكل مع الناس دي اطلاقا. وانا بقول لك يا سيدي، خدها مني ضمان التعليق العربي وارميها للبحر. الزمالك لو ما كانش نكون حصاله في البطوله العربيه، ولا ما فهمش حاجه كده. اكون وصلت لان حقيقتي قبل ما اقفل معاكم، نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونصل الفيديو الى 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم وباذن الرحمن اكون دايما عند حسنكم. انتظروني في كل يوم كل يوم فيديو جديد مع صفقات جديده، مع امكانيات جديد، مع تالق جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.